السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Our lecture today is about the arm. The arm is that part of upper limb that extend from the shoulder joint to elbow joint. هذا هو الارم. ترجمته باللغة العربية هي العضد، هي المنطقة الممتدة من الطرف العلوي اللي تمتد من الشولدر جوينت إلى الإلبو جوينت. فهي المنطقة المحصورة between the shoulder and the elbow نسميها الأرم. نعيد تعريفها: The arm is that part of upper limb that extend from shoulder joint to elbow joint. من ندخل لكل منطقة من مناطق الأبر واللور لم راح نتعرف على البونز of that area، راح نتعرف على النيرفز of that area، نتعرف على الفينز، ونتعرف على الكومبارتمنت لكل جزء من الأجزاء. Bone of the arm. We have one bone اللي هو الهيومرس. الهيومرس it articulate with the scapula at the shoulder joint and also it articulate with the radius and ulna at the elbow joint. هاي هي عظمة الهيومرس اللي تمثل لي العظمة الوحيدة اللي موجودة بالآرم. هاي العظمة تتمفصل أو مع الاسكابولا لوح الكتف at the shoulder joint. كلكم تعرفون انه عندنا shoulder joint الاسكابولا سوري عدها الجلينويد كافيتي. هذا الجلينويد كافيتي اللي هو superior lateral part of the scapula. هذا الجلينويد كافيتي articulate with the head of the humerus to form the shoulder joint. الهيومرس also articulate with radius and ulna واللي هي عظام الساعد radius and ulna at the elbow joint. فهذا هو shoulder joint مفصل الكتف، هذا هو elbow joint اللي هو مفصل المرفق. The humerus it articulates the scapula at the shoulder joint and with the radius and ulna at elbow joint. What are the parts of the humerus? Humerus composed from the following. Head of the humerus. It is about one third of sphere. يعني الhead of the humerus أو رأس عظمة العضد هي عبارة عن ثلث كرة. مو كرة كاملة، هي عبارة عن ثلث كرة. Forming the upper end of the humerus. هاي الhead it articulate with the glenoid cavity at the scapula. إحنا قبل شوية حكينا إنه الupper part of the humerus articulate with the scapula at the glenoid cavity forming the shoulder joint. فهذا ال head of the humerus اللي هو يعني about one third of sphere articulate with the glenoid cavity of the scapula at the shoulder joint. Anatomical neck. It is the area immediately below the head of the humerus. هذا هو الhead of the humerus. المنطقة اللي تقع تحت الhead of the humerus مباشرة احنا سميناها الanatomical neck. A greater and lesser tuberosity. They are bony elevation just below the anatomical neck. هذا هو الhead of the humerus. Area just below the head of the humerus, it is called the anatomical neck. Below the anatomical neck, there are two elevation. هذا يسموه greater tuberosity. هذا سميناه lesser tuberosity. Greater و lesser tuberosity احنا سامعين بهم سابقا. وين سامعين بهم؟ سامعين بهم بالinsertion of the rotator cuff of the around the shoulder joint. إذا تذكرون من حكينا عن الروتيتر كف
وقلنا الانسيرشن اوف روتاتور كاف تجينا على الجريتر تيوبروسيتي اللي هو السوبرا سبايناتس الانفرا سبايناتس والتيريز ماينر. حكيناها سابقا انه هاي تجي بها انسيرشن اوف ذا روتاتور كاف. فهذا هي الجريتر تيوبروسيتي هي بوني اليفيشن موجوده جاست بيلو الاناتوميكال نيك. هاي الاناتوميكال نيك هاي هي الجريتر تيوبروسيتي وهاي هي الليسر تيوبروسيتي. طبعا بيناتهم راح يترك لي مثل الخندق او مثل النفق اللي احنا نسميها البايسيبيتال جروف. وايضا كلمه البايسيبيتال جروف حكيناها سابقا من قلنا انه البايسيبيتال جروف هاي عندنا بيها يعني الحافه الميديال والحافه اللاترال. الحافه اللاترال مالتها يجي الانسيرشن اوف بكتوراليس ميجر مسل، والحافه الميديال مالتها يجي الانسيرشن اوف سبسكابيولاريس مسل. فهي هاي الجريتر تيوبروسيتي، هاي هي الليسر تيوبروسيتي، والمنطقه المحصوره بيناتهم هي البايسيبيتال جروف. سيرجيكال نيك It is a narrow area represent the site between the upper end and the shaft of the humerus. The upper end of the humerus من يريد يلتقي بالشافت راح يترك يلتقي لنا بأريا احنا نسميها السيرجيكال نيك اللي هاي تمثل هاي الأريا. أنا عندي هسه هنا الهيد، المنطقة اللي تحت الهيد مباشرة سميناتها الأناتوميكال نيك. تحت الاناتوميكال نيك عندي الجريتر والليسر تيوبروسيتي اللي بيناتهم بايسيبيتال جروف، والمنطقه اللي هي تمثل لي منطقه الالتقاء او منطقه الجنكشن بتوين ذا ابر بارت، هذا هو الابر بارت اوف ذا هيومرس، والشافت. الشافت طبعا هو الجذع، احنا نسميها هاي السيرجيكال نيك. طبعا اللي حكيناها هسه كله قاعد نحكي عليها البارت اوف parts of humerus اللي قلنا لحد الان متكونه من الهيد، من الاناتوميكال نيك، من الجريتر انديسر تيوبروسيتي والسيرجيكال نيك. نجي على الشافت. الشافت بيها شغلتين مهمه اللي هي دلتويد تيوبروسيتي. It is a bony elevation about half away down on the lateral aspect of the shaft of the humerus for the attachment of deltoid muscle. هذا هي المنطقة الخضراء تمثل لي الدلتويد تيوبروسيتي، هي منطقة تثخن عظم صايرة بالضبط بنص عظمة الهيومرس على اللاترال اسبكت عن الجزء الخارجي. هنا يجيني الانسيرشن اوف دلتويد مسل. مثل ما تعرفون احنا سابقا اخذنا الدلتويد، حجينا الدلتويد مصل عندها فايبر تطلع من الكلافيكل وفايبر تطلع من الاكروميان وفايبر تطلع من السباين اوف ذا سكابولا، كلهم يتحدون يجون انسيرشن وين تجي على الدلتويد تيوبروسيتي. وهاي الدلتويد تيوبروسيتي هي بوني اليفيشن اون ذا لاترال اسبيكت اوف ذا هيومرس هالف اواي اون ذا لاترال اسبيكت اوف ذا هيومرس فور ذا اتاتشمنت اوف دلتويد مصل. فالدلتويد تيوبروسيتي it is a bony elevation about halfway down the lateral aspect of the shaft of the humerus for the attachment or insertion of deltoid muscle. هاي النقطة الخضراء تمثل لي الدلتويد تيوبروسيتي. Spiral groove it is a house of the radial nerve in the arm behind and below the tuberosity located posteriorly. على البوستيرير اسبكت يعني بالجهه الخلفيه من الشافت اوف ذا هيومرس اكو خندق يجي على شكل سبايرال مائل. هذا الخندق هذا هو السبايرال جروف. هذا السبايرال جروف هو سايت اوف او هاوس اوف راديال نيرف. مثل ما نشوف هسه هذا هو الهيد، هذا نحكي على البوستيرير اسبكت. شلون نعرف احنا البوستيرير اسبكت؟ لان جاي نشوف هسه احنا عندنا السباين اوف ذا سكابولا، هذا هو السباين اذا احنا بوستيريرلي. هذا الهيد، هذا الجريتر تيوبروسيتي، بالاريا جاست بيلو ذا جريتر تيوبروسيتي راح نلقينا نلقانا سبايرال جروف، خندق على شكل مائل. هذا الخندق وجوده على الجزء الخلفي من الهيومرس،
وهذا it is a house of radial nerve، منطقة يمشي بها الراديال نيرف. احنا وين سامعين كلمة الراديال نيرف؟ radial nerve it is a nerve that is originated from the posterior cord of brachial plexus. هذا هو الراديال نيرف. هنا الهاوس مالته او الهاوس اللي يعيش به او اللي يمر به خلال هذا الجروف. فسبايرال جروف it is the house of the radial nerve in the arm behind and below the tuberosities and located posteriorly. احنا هسه حكينا على upper part of the humerus، على shaft of the humerus. هسه نحكي عن lower part of the humerus. عندنا medial and lateral epicondyle. هذا lateral epicondyle، هذا هو medial epicondyle. هو هاي bony elevation also على lower part of the humerus for the attachment of muscle and ligaments located in the lower part of the humerus. وطبعا كلمة الميديال ابيكوندايل واللاترال ابيكوندايل راح تكون منها origin of many muscles ناخذها بالفورارم ان شاء الله. فهو هاي المنطقة نسميناها اللاترال ابيكوندايل والميديال ابيكوندايل. It is the bony elevation located in the lower part of the humerus for the attachment of muscles and ligament of the elbow joint. Capitulum. اكو بعض الناس تلفظها capitulum. It is a rounded bone below the lateral epicondyle for the articulation of the head of the radius. هذا الكابيتشولام مثل ما نشوفه هنا هو جزء من العظم يكون شكله مدور، وهذا يتمفصل ويا الهيد اوف ذا راديوس. تتذكرون بداية المحاضرة احنا قلنا انه اللور بارت اوف ذا هيومرس ارتكوليت وذ ذا راديوس اند النا. الكابيتشولام هذا الراوندد بون ارتكوليت وذ ذا راديوس. هسه راح نحكي على التروكية اللي هي ارتكوليت وذ ذا النا. اثنيناتهم التروكلية مع الكابيتشولوم مع الهيد اوف ذا هيومرس اوف ذا راديوس ويا الالنا يسوي لي الالبو جوينت. فكابيتشولوم it is a rounded bone below and lateral below the lateral epicondyle for the articulation with the head of the radius. التروكلية it is the bully shaped part of bone. bully معناتها بكرة، شكلها شوفوا شباب مثل البكرة، بكرة مال خياطة سابقا شايفيها اكيد انتو. هاي البكرة يسموها تروكليا. It is a bully shaped part of the for the articulation with the trochlear notch of ulna. طبعا احنا من راح ناخذ الالنا راح نعرف شنو التروكليال نوتش اوف ulna. فهاي هي هذا هو التروكليا، هذا هو الكابيتشولام، هذا الكابيتشولام articulate with the head of the radius، والتروكليا articulate with the trochlear notch of the ulna forming the elbow joint. Above the trochlea شكو عندنا بالمنطقة اللي فوق التروكليا. Posteriorly it is called the olecranon fossa. Anteriorly it is called the coronoid fossa. نجي هسه نشوف هاي هي التروكليا على شكل بكرة. عندنا فوقها تو فوسة، عندنا اثنين فوسة. الجهة الأمامية بالجهة anteriorly هاي التروكليا، هاي الجهة الأمامية مالتها سمينا الفوسة coronoid فوسة. هاي الكورونويد فوسة راح يقعد بيها الكورونويد بروسس اوف النا. هذا الكورونويد بروسس اوف النا لما نسوي فليكشن، يعني الالبو جوينت يسوي فليكشن والفور ارم يجي يطبق على الارم، راح يقعد الكورونويد بروسس اوف النا اللي هو هذا ويا الكورونويد فوسة. بوستيريرلي اكو فوسة ثانية سميناها اوليكرونون فوسة اللي يقعد بيها الأوليكرونون بروسس أوف ألنا. وطبعا احنا من راح ناخذ الألنا راح ناخذ الأوليكرونون بروسس
وراح ناخذ الكورونويد بروسس. فاذا هاي التروكليه فوقها اكو تو فوسه. Anteriorly it is called coronoid fossa. Posteriorly it is called olecranon fossa. وليش سميناها بهاي الأسامي؟ نسبة إلى أجزاء من الألنة اللي راح تقعد بيها during flexion and extension of the elbow joint. خلصنا احنا الparts of bone of the humerus. نيجي هسه نحكي على superficial sensory nerve. شنو معنات كلمة superficial sensory nerve؟ sensory معناته sensory nerve معناته الأعصاب الحسية اللي تنقل لنا الإحساس اللي موجود بالأرم. superficial معناته هي سطحية برا الفيشية. عندنا superficial sensory nerve of the arm, supraclavicular nerve. It supply the skin over the point of the shoulder to the half away down the deltoid muscle. The upper lateral cutaneous nerve of the arm. It supply the lower half of the skin over the deltoid muscle. It is a branch of the axillary nerve. The lower lateral cutaneous nerve of the arm to supply the skin over the lateral surface of the arm below the deltoid muscle. It is a branch of radial nerve. The medial cutaneous nerve of the arm and intercostal brachial nerve, it supply the armpit, يعني هي الأبط, and the medial side of the arm. نيجي نشوف هاي الصورة. احنا طبعا جاي نحكي هسه على الانتيريور اسبكت. هذا هو الارم. عندي لاترال اسبكت وعندي ميديال اسبكت. اللاترال اسبكت قسمنا السنسيشن اللي يصير بيها الى مجموعتين. مجموعة فوق الدلتويد انسيرشن, واحنا قلنا الدلتويد انسيرشن يجي على نصف الارم بهاي المنطقة. يجي الاريا اللي فوقها تتغذى باعصاب حسيه, والاريا اللي تحتها تتغذى باعصاب حسيه. الاريا اللي فوق الدلتويد المنطقه يسموها supraclavicular nerve اللي تغذي لي المنطقه القمه من منطقه الكتف لحد نص الدلتويد مصل. الاريا من نص الدلتويد مصل الى الدلتويد انسيرشن للسكن ات سبلايد باي ذا ابر لاترال كوتينوس نيرف اوف ذا ارم اللي هو برانش من الاكسيلري. الاريا مال السكن من الدلتويد انسيرشن الى حد الالبو ات سبلايد باي ذا لوور لاترال كوتينوس نيرف اوف ذا ارم اللي هو برانش فروم ذا راديال نيرف. الميديال اسبكت it is supplied by the medial cutaneous nerve of the arm اللي هو direct branch from the medial cord of the brachial plexus and the intercostal brachial nerve اللي هو supply the armpit, هاي الarmpit والميديال اسبكت of the arm. إذن هسا أعيد لكم superficial sensory nerve اللي هو supraclavicular nerve. It supply the skin over the point of the shoulder to the half away down the deltoid muscle. يعني يغذي لي السكن من منطقة القمة مالت الشولدر لحد نصف حجم عضلة الدلتويد. The upper lateral cutaneous nerve of the arm it supply the lower half of the skin over the deltoid muscle it is a branch of axillary nerve. يعني المنطقة من نصف منتصف عضلة الدلتويد إلى حد الانسيرشن of the deltoid السكن مالتها يغذي لياها ال upper lateral cutaneous nerve of the arm. The lower lateral cutaneous nerve of the arm it supply the skin over the lateral surface of the arm below the deltoid insertion
and it is a branch of the radial nerve. المنطقة الميديال of the arm it is supplied by the medial cutaneous nerve of the arm اللي هو direct branch from the brachial plexus and the intercostal brachial nerve. هاي الرسمة التوضيحية اللي هي الميديال aspect of the arm. It is supplied by the medial cutaneous nerve of the arm and the intercostal brachial nerve. اللاترال aspect قسمنا السكين إلى منطقتين، هذا الانسيرشن of the deltoid، المنطقة الفوق الانسيرشن والمنطقة اللي تحت الانسيرشن. المنطقة اللي فوق الانسيرشن أكو عندي تو نيرف، السوبراكلافيكلر نيرف يغذي لي من التب of the shoulder إلى حد منتصف الدلتويد. من منتصف الدلتويد إلى الانسيرشن مالتها يغذي لي إياها الأبر لاترال كوتينوس نيرف of the arm اللي هو برانش من الأكزيلري. من الدلتويد انسيرشن إلى الإلبو it is supplied by the lower lateral cutaneous nerve of the arm اللي هو branch from the radial nerve. Veins of the arm. Veins of the arm it is divided into two groups. Superficial veins and deep veins. وليش سميناها superficial and deep؟ بالنسبة إلى البوزيشن مالتها للفيشية. الفينز اللي تكون سطحية للفيشية سميناها superficial veins، والفينز اللي تكون ديب للديب فيشية احنا سميناها ديب فينز. وطبعا انا عندي superficial veins هم اثنين، هم السيفاليك فينز اللي يمشي على lateral aspect دائما، وعندي البيسيليك فين. The superficial vein line in the superficial fascia and they are superficial to the deep fascia. متكون من cephalic vein on the lateral side of the biceps drain into the axillary vein. وانتو تتذكرون سابقا من اخذنا بالمحاضرة عن الاكزيلاري فين، احنا قلنا انه الاكزيلاري فين تستلم التريبيوتريز نفس اسامي الاكزيلاري ارتري بالاضافه زائدا الاكزيلاري فين السيفاليك فين سوري. تتذكرون احنا الفيرست بارت والسكند بارت والثيرد بارت اوف اكزيلاري ارتري كل واحد ينطيني برانش، وكذلك عندي الاكزيلاري فين تستلم تريبيوتريز نفس الاسامي للبرانشز اوف ذا اكزيلاري ارتري بالاضافه للسيفاليك فين. وهذا هو السيفاليك فين، هو دائما يكون على lateral aspect of the biceps، هاي عضلة البايسبس، هي يمشي على lateral aspect of the arm and it is drained into the axillary vein. هذا هو axillary vein وهذا هو cephalic vein. Basilic vein it is located on the medial side of the biceps. هذا هو البايسبس مصل او عضلة ثنائية الرأس. السوبرفيشيال فين اللي صاير على اللاترال اسبكت it is called the cephalic vein. الفين اللي موجود superficial vein اللي موجود على الميديال اسبكت of the biceps it is called the basilic vein. Halfway منتصف الطريق up to the arm basilic vein pierces يعني تخترق the deep fascia and become a deep structure and the lower border of teres major muscle it unite with the veni comitant of the brachial artery to form the axillary vein. وكلكم تتذكرون سابقا من حكينا انه الاكزيلاري فين يتكون على lower border of teres major by the union of basilic vein and the veni comitant of the brachial artery. لو نرجع لهاي الصورة راح تشوفون انه هذا السيفاليك فين هو يمشي على lateral aspect of the biceps muscle يعني على lateral aspect of the arm، يظل يمشي superficial، شوفوا لونه هنا نطوخ يعني صار على شكل نيلي طوخ لما يوصل هنا ويصير ديب وينتهي بالاكزيلاري فين، بينما البيسيليك فين يمشي على الميديال اسبكت اوف ذا بايسبس. بمنتصف الارم هذا هو الارم
المنطقة المنتصف، هاي هي منطقة المنتصف. البيسيليك فين راح يخترق لي الديب في اشياء ويصير ديب ستراكتشر. احنا قلنا السوبرفيشال ستراكتشرز برا الديب في اشياء، الديب ستراكتشرز انسايد ذا ديب في اشياء. حتى شوفوا شباب هنا بهاي الصورة اللون مالته هذا نيلي طوخ، وبعدين هنا صار نيلي فاتح، معناته اخترق لي فشي وصار ديب ستراكتشر. هاي هي الفين، بيسيليك فين، يخترق الديب في اشياء ويصير ديب ستراكتشر، يمشي يمشي الى ما يوصل اللور بوردر اوف تريز ميجر. وهنا من يوصل اللور بوردر اوف تريز ميجر راح يصير ديب ستراكتشر ويدخل لي، العفو، راح يتحد لي ويا الفيني كوميتنت اوف ذا بريكيال ارتري ويدخل يصير اكزيلري فين. سوبرفيشال لينف فيسلز، السوبرفيشال لينف فيسلز ذوز فروم ذا لاترال سايد اوف ذا ارم فولو ذا سيفاليك فين. يعني على الجهه اللاترال للارم اكو عندي لينفاتيك فيسلز، هذول يمشون ويا السيفاليك فين تو ذا انفراكلافيكولار لينف نوت. احنا تتذكرون عندنا 6 جروبس اوف لينف نوت، 6 جروب اوف ذا لينف نوت. عندنا الانفراكلافيكولار لينف نوت اللي تستقبل لي الليمفاتيك فيسلز اللي تمشي لي والسيفاليك فين. Those from the medial side follow the basilic vein to the lateral group of the axillary lymph node. هاي احنا جاي نحكي على السوبرفيشال لينفاتيك فيسلز. السوبرفيشال لينفاتيك فيسلز يعني السوبرفيشال لينفاتيك فيسلز اللي موجوده برات او superficial to the deep fascia. على جهة اللاترال تمشي ويا السيفاليك فين، على جهة الميديال تمشي ويا البيسيليك فين، على جهة اللاترال تمشي ويا السيفاليك فين تصب بالانفراكلافيكولار لينف نود، على جهة الميديال اسبكت اللي تمشي ويا البيسيليك فين تصب باللاترال جروب اوف ذا اكزيلاري لينف نود. The deep lymphatic vessels يعني lymphatic vessels اللي تكون deep to the deep fascia draining the muscles and deep structure of the arm to the lateral group of the axillary lymph node. وإذا تتذكرون سابقا احنا من حكينا بالمحاضرة قلنا lateral group of the axillary lymph node receive most، كلمة most حتى كان باللون الأحمر، most of the lymphatic vessels of the upper arm of the upper limb. ليش؟ لأنه deep lymphatic vessels of the arm كلها تصب باللاترال جروب. السوبرفيشال lymphatic vessels اللي تمشي ويا البيسيليك فين تصب باللاترال جروب. بس السوبرفيشال lymphatic vessels اللي تمشي ويا السيفاليك فين تصب بالانفراكلافيكولار لينف نود. يعني أغلبية اللينف نود اللي تمشي من الأبر آرم تصب وين؟ باللاترال جروب. هسه شوفوا شباب هذا السوبرفيشال فين، هذا السيفاليك فين، وهذا اللون الاسود تمثل لي الليمفاتيك فيسلز، السوبرفيشال ليمفاتيك فيسلز. اللاترال يعني خلينا نقول سوبرفيشال ليمفاتيك فيسلز اللي تمشي السيفاليك فين تصب لي بالانفراكلافيكولار لينف نود. هاي الانفراكلافيكولار لينف نود اللي هنا بالرسمه مسميها دلتوبكتورال اللي هي نفس الاسم. هذا هو البيسيليك فين، هذا البيسيليك فين، الخطوط السوداء تمثل لي الليمفاتيك فيسلز اللي تمشي ويا اللي تصب لي باللاترال جروب. والديب ستراكشر اللي جوا الفيشيا اللي هي شكو عضلة شكو عظم شكو ستراكشر جوا الفيشيا الديب فيشيا، هاي كلها تصب باللاترال جروب. وحتى شوفوا هنا الرسمة شلون راسمها، هنا صار سبيسيليك فين بمنتصف الارم اختفى لونها، صارت اخترقت لي الديب فيشيا وصارت من الديب ستراكشر. نجي الان للفيشيال كومبارتمنت اوف ذا ارم. احنا عندنا بالارم عندنا غرف كومبارتمنت، حيز، ترجمتها بالعربي حيز، اكو حيز موجود بالارم واكو بالفور ارم ايضا اكو حيز. هذا الحيز احنا نسميه فيشيال كومبارتمنت، يعني حيز متكون دائره مدائره من الفيشيا.
facial compartment of the arm. The arm is divided into two facial compartments. سميناها anterior facial compartment and posterior facial compartment. The division of the arm, يعني اللي تقسيم الarm into two compartments, occur by the means of two facial septa extend from the deep fascia to be attached to the medial and lateral aspect of the humerus. خلنا نشرح هاي. هذا هو cross section بالarm. هذا اللون الأخضر الفاتح يمثل لي الديب فيشيه اللي هي تحيط الارم كله مثل ما تشوفون هنا. هذا اللون أصفر يمثل لي السوبرفيشيال فيشيه. كل شيء خارج الديب فيشيه سميته سوبرفيشيال ستراكتشر. كل شيء هسه هذا كل شيء خارج السوبرفيشيال هذا الديب فيشيه. شكو لي برا سميناه superficial structure. شكو شي للداخل سميناها deep structure. هاي الديب فيشيا تنطيني facial envelope. فد facial layer تطلع من اللاترال aspect ومن الميديال aspect. هذول يجون يتحدون ويا منو يوصل للهيومرس. وهذا يجي يتحد ويا الهيومرس. هذا سميناه medial intermuscular septum. هذا lateral intermuscular septum يعني inter between muscular عضلات. هذا السبتم او الفاصل سبتم معناته فاصل زائد الهيومرس زائدا هذا السبتم الثاني صار لي خط قسم لي المنطقة الى قسمين anterior compartment and posterior compartment. يعني الديب فيشيا ينطيني من الديب فيشيا تطلع لي فيشيا ثانية لاير ثانية تتصل بالميديال اسبكت اوف ذا هيومرس ومنها يطلع لي فيشيا ثانية يطلع لي تتصل باللاترال اسبكت اوف ذا هيومرس. هذا الفيشيا زاد الهيومرس زائدا هاي الفيشيا اللي هنا قسمت لي هاي الدائرة اللي تمثل لي الارم انتو تو كومبارتمنت anterior compartment and posterior compartment. أعيد الصياغة. The division of the arm into two compartments يعني تقسيم المنطقة الارم إلى anterior and facial compartment يكون أو occurs by two facial septa. هاي two facial septa اللي هي هاي هذا facial septum أو يسموه intermuscular septum وهاي هي الفيشل سبتم. هاي واحد هاي اثنين سميناها تو فيشل سبتم اللي تمتد extending معناته تمتد from the deep fascia. شوفوا هنا قاعد extending from the deep fascia هاي الديب فيشيا تطلع من عندها to be attached للهيومرس على الميديال واللاترال aspect of the humerus وهاي الفيشل سبتم زاد الهيومرس زاد هاي الفيشل سبتم قسم لي الارم into anterior compartment و posterior compartment. كل كومبارتمنت راح ناخذها راح نحكي محتوياته contents of the anterior facial compartment. المسلز عندي 3 muscles العضلات اللي هي البايسبس بريكياي كروكو بريكياليس اند بريكياليس. طبعا سابقا احنا سامعين بالبايسبس بريكياي والكروكو بريكياليس وين سامعيها قايلين عليها هي lateral wall of the axilla. تذكرون الأكزيلا مو قلنا هي walls بيها. اللاترال wall of the axilla متكون من البايسبس بريكياي والكروكو بريكياليس. البريكياليس مصل ما سامعيها سابقا. blood supply to the anterior facial compartment هي by brachial artery. وطبعا البريكيال artery اكيد احنا سامعين بيه قبل. تذكرون من حكينا عن الأكزيلاري artery من يوصل للور border of teres major يتحول اسمه من الاكزيلاري ارتري الى البريكيال ارتري. النيرف سبلاي ات از باي ذا ماسكولوكوتينوس نيرف اللي هو نيرف يطلع لي من اللاترال كورد اوف ذا بريكيال بلكسس. اعيد الكونتنتس اوف ذا انتيرير فيشال كومبارتمنت المسلز
اللي هي البايسبس بريكياي، كروكو بريكياليس اند بريكياليس. بلس سبلاي it is by the brachial artery. نيرف سبلاي it is by the musculocutaneous nerve. Structures that passing through the anterior compartment. ما هي الأجزاء أو structures التي تمشي أو التي تعبر خلال anterior compartment؟ أول شيء المسكولوكتينوس نيرف، قلنا هذا هو راح يغذي لي العضلات مال anterior compartment. الميديان نيرف، الألنر نيرف، البريكيال آرتري، وحكينا قبل شوية هذا هو راح يغذي لي المنطقة العضلات بالدم، الانتيرير كومبارتمنت يغذيها بالدم. البيسيليك فين، طبعا احنا شو وقت قلنا البيسيليك فين؟ تتذكرون هسه قبل شوية بالمحاضرة حكينا انه البيسيليك فين اتز سوبرفيشال ستراكشر، لما يوصل منتصف الارم يخترق لي الديب فيشيا ويتحول من السوبرفيشال ستراكشر الى الديب ستراكشر، فصار من ضمن ال contents of the content that pass through the anterior compartment. And radial nerve it is present in the lower part of the compartment. نعيدها. Structures that passing through the compartment هي musculocutaneous nerve, the median nerve, the ulnar nerve, the brachial artery, basilic vein, and radial nerve it is present in the lower part of the compartment. بالنسبة للبيسيليك فين، خلي اشرح لكم شغلة عليه. مثل ما شفنا بالصورة قبل شوية، هذا هو يمثل السوبرفيشيال فيشيا، هذا اللون الاصفر، وهذا اللون اللي ينطي على اخضر فاتح هذا هو الديب فيشيا. البيسيليك فين يمشي لي بالسوبرفيشيال فيشيا، وبمنطقة منتصف الارم راح يخترق لي الديفيشي، يعني بيرسز يخترق، من يخترق هيدخل للانتيرير كومبارتمنت وصار اسمه ديب ستراكشر لانه صار ديب للديفيشي. هاي المنطقة سوبرفيشيال فيشي وهاي ديب فيشي، فمن يخترق من السوبرفيشيال فيشي ويخترق الديب فيشي صار من الديب ستراكشر، وهنا عادين يظل يمشي يطلع لفوق الما يوصل اللور بوردر اوف تريز ميجر ويلتقي لي ويا الفيني كوميتنت اوف ذا بريكال ارتيري دي يكون لي الاكزيلاري فين. نجي على المسلز اوف ذا انتيرير فيشال كومبارتمنت، قلنا انه عندنا ثلاث عضلات هي البايسبس بريكياي، كروكو بريكياليس، والبريكياليس. وسابقا احنا سمعنا كلمة البايسبس بريكياي والكروكو بريكياليس اللي تمثل لي او تكون لي الميد لاترال وول اوف ذا اكزيلي، اما كلمه بريكياليس او عضله البريكياليس ما سامعيها سابقا. البايسبس بريكياي من اسمها بايسبس معناتها تو هيد، باي يعني اثنين، سبس يعني هيد، وبريكياي هي صفه الهيومرس باللاتيني، صفه الهيومرس باللاتيني مي بريكياي. Origin long head، عندي two heads، واحد اسمه long head واحد short head. Long head it is originated from the supraglenoid tubercle of the scapula. عندنا glenoid cavity of the scapula كلكم تعرفوها، بالمنطقة العليا من الglenoid cavity اكو tubercle سميناها supraglenoid tubercle of the scapula. Short head it is originated from the coracoid process of the scapula. Insertion they are inserted to the tuberosity of the radius، يعني اكو فد بعظمة الراديوس من راح ناخذها بالفورارم، اكو tuberosity of the radius and bicipital aponeurosis into the deep fascia of the forearm. وكلمة aponeurosis حكيناها سابقا هي وحدة من مرادفات كلمة التندن. Nerve supply it is supplied by the musculocutaneous nerve. And action it is responsible for the supination of the forearm and the flexor of the elbow joint flexion السويلي and also it is a weak flexor of the shoulder joint. نيجي هسه نشوف الاوريجن، شوفوا هالشباب هاي السكابيولا،
هاي السكابيولا وهذا هو الجلينويد كافيتي اللي هو articulate with the head of the humerus سوالي shoulder. هذا هنا أنا عندي تيوبركل بالجهة العليا سميناها supraglenoid tubercle. هاي supraglenoid tubercle يطلع من عندها long head of the biceps. نجي على short head. هاي هي الاسكابيولا. هذا هو الكروكويد بروسس. تتذكرون هذا خذناه بالبداية كروكويد بروسس. هذا يطلع من عنده short head. هذا هو اللونج هيد، هذا هو الشورت هيد. هذا اللونج هيد من يعبر لي من السوبراجلينويد تيوبركل يدخل بتوين ذا جريتر اند لسر تيوبروسيتي بالبايسيبيتال جروف. هذول اثنيناتهم يتحدون سوالي البايسبس، اللونج هيد ويا الشورت هيد سوالي البايسبس. اذا نعيدها، هذا هو الجلينويد تيوبركل الجلينويد كافيتي سوري، بالمنطقة العليا من عندها اكو تفخم بالعظم يسموها سوبرا جلينويد تيوبركل، من اسمها سوبرا يعني عليا، يطلع من عند اللونج هيد اللي هي نفسها هذا اللونج هيد يطلع من الجلينويد. وهذا هو الكوركويد تيوبروسيتي او كوركويد بروسس اللي يطلع من عندها الشورت هيد. اثنيناتهم يتحدون سوالي البايسبس مصل. هاي صورة ثانية، هاي هي السكابيولا، سكابيولا بيها كوركويد بروسس، هذا هو الكوركويد بروسس، هذا هو الأكروميان التذكرة، وهذا هو الجلينويد كافيتي. من المنطقة العليا من الجلينويد كافيتي هذا المؤشر عليها اكو تيوبركل اسمه سوبرا جلينويد تيوبركل يطلع لي من عندها اللونج هيد، واللونج هيد يجي يمشي بالبايسيبيتال جروف اللي هو between the greater and lesser tuberosity. وهذا البايسيبيتال جروف اللي تتذكرون من قلنا بيها ميديال ليب ولاترال ليب. لاترال ليب يجي بيها البكتوراليس ميجر، والميديال ليب يجي لي بيها التريز ميجر مصل. هذا سوالي اللونج هيد. الشورت هيد تجيني منين؟ تجيني من الكوركويد بروسس. هذا هو الكوركويد بروسس. اثنيناتهم يتحدون سوالي عضلة سميناها بايسبس. هاي ثنائية الرأس، عندها راسين، هذا راس وهذا راس. هاي هي البولي اوف ذا مصل. وين يجون انسيرشن؟ انسيرشن مالتهم يجي الى الراديوس، عظمة الراديوس. هاي هي عظمة الراديوس. هاي هنا اكو تفخم بالعظم سميناه راديوس تيوبوروسيتي. هذا يجي التندن بيها انسيرشن. وكذلك يعطيني شيث او مثل يعني مثل الورق او مثل يعني خلينا نقول طبقة لير يسميناها بايسيبيتال ابونيروسيس. بايسيبيتال تابعة للبايسبس. بايسيبيتال ابونيروسيس هاي تجي للفور ارم ديب فيشي انسيرشن، مو للعظم، للديب فيشي. طبعا هاي العضلة is supplied by the musculocutaneous nerve، والاكشن هي مسؤولة عن السوبينيشن اوف ذا فور ارم، وتسوي لي فليكشن بالالبو جوينت، وتسوي لي ويك فليكشن اوف ذا شولدر. الكروكو بريكيالس مصل. شنو قصدنا بالكروكو بريكيالس مصل؟ الكروكو بريكيالس مصل من اسمها تطلع من الكروكويد بروسس اوف ذا سكابيولا وتروح للبريكيالس. البريكيالس يعني الهيومرس، مو قلنا البريكيا هي صفة الهيومرس. فاوريجين ات از اوريجينيتد فروم ذا كروكويد بروسس اوف ذا سكابيولا، يعني نفس الاوريجين اوف ذا شورت هيد اوف ذا بايسبس. انسيرشن تو ذا ميديال اسبيكت اوف ذا شافت اوف ذا هيومرس، يعني من اسمها تطلع من الكوركويد وتروح للهيومرس، فصار اسمها كوروكو بريكيالس. نيرف سبلاي it is supplied by the musculocutaneous nerve and action it is a flexion of the arm، يعني من تشتغل هاي العضلة تسحب يسوي لي شوية flexion بالهيب جوينت بالشولدر جوينت سوري. and weak adductor، adductor يعني تسحب هاي العظم تخلي لي يعني تجيبه الى داخل يعني الميدلاين. and it is also a weak adductor.
شوفوا شباب، هسه هذا الكروكويدو بروسس يطلع من عندها الاوريجن اوف ذا كروكو بريكياليس ويجي انسيرشن للميديال اسبكت اوف ذا هيومرس. هذا الهيومرس، هذا الميديال اسبكت، هذا اللاترال اسبكت، هذا الميديال اسبكت هي الكروكو بريكياليس مصل. العضلة الثالثة هي البريكياليس مصل. البريكياليس مصل من اسمها تطلع من البريكياي، تطلع من الهيومرس. It is origin from the front of the lower half of the humerus. هذا هو الهيومرس، الجزء الأمامي front من المنتصف العظم. هذا هو العظم، هذا الجزء العلوي من العظم، هذا الجزء السفلي من العظم. الجزء السفلي من العظم الجهة الأمامية مالته يطلع من عندي البريكيالس مصل. والانسيرشن to the coronoid process of the ulna. هذا هو الألنة، طبعا عظمة الألنة احنا بعدنا ما ماخذيها. هذا اللون الأخضر هو الكورونويد بروسس اوف ألنة. يعني أنا عندي البايسبس بريكياي تروح لوين؟ تروح للراديوس. والبريكياليس مصل وين تروح؟ تروح للألنة. هذا هو المنطقة الأخضر هو الكورونويد بروسس، راح ناخذه بعدين. وإحنا قلنا قبل شوي هذا الكورونويد بروسس من نسوي فليكشن بالإلبو راح يدخل بالكورونويد فوسة اللي فوق التروكليا. فهي الأوريجين from the front of the lower half of the humerus to be inserted to the coronoid process of ulna. Nerve supply is by the musculocutaneous nerve and action it is a flexion of the elbow joint. هي مسؤولة عن powerful flexion of the elbow joint. طبعا احنا تكلمنا كثير عن الفليكشن اوف ذا البو جوينت، فهسه اوضح لكم الصوره شنو الفليكشن. شوفوا طبعا هذا هو اللي شوفوا قدامكم، هذا هو الارم، هذا الجاي مأشر عليه باللون الاحمر، وهذا هو الفور ارم. لما تكون حركه، وهذا هو الفور حركه الفور ارم، انه تجي الفور ارم هذا هو الساعد يطبق على الارم، هذا احنا سميناها فليكشن. لما يبتعد الساعد away from the arm هذا سميناها extension. فنعيد هسه هذا البوزيشن، هسه جاي شوفوا قدامكم، هذا نسميه فليكشن بالالبو جوينت. لما يكون الفور ارم باتجاه الارم، طبعا هذا منو يسوي لي الفليكشن اوف ذا البو جوينت؟ مينلي باي بريكيالس مصل، والبايسبس بريكياي اولسو يسوي لنا فليكشن بالالبو جوينت. قلنا ايضا انه شنو، انه انا عندي هم سوبينيشن اللي يسوي لي اياها البايسبس بريكياي. هاي الحركة احنا نسميها سوبينيشن، من واحد يمد ايده بهاي الوضعية ومن واحد يعكس ايده هاي الحركة. شوفوا بحيث انه يصير الظهر الكف، هذا ظهر الكف مثل ما تشوفون هنا، هذا ظهر الكف باتجاه الاعلى، هذا سميناها برونيشن. هاي الحركة يسموها برونيشن، وهاي الحركة يسموها سوبينيشن. لما يكون بطن الكف، هاي يسموها بطن الكف او البالم باتجاه الاعلى، فهاي الحركة سميناها سوبينيشن، وهاي الحركة سميناها برونيشن. فاحنا قلنا البروني السوبينيشن it is performed by biceps brachii اللي هي هاي الحركة سموها سوبينيشن. نجي الآن إلى structures that passing through the anterior compartment. Brachial artery, musculocutaneous nerve, median nerve, ulnar nerve, basilic vein and radial nerve is present in the lower part of the compartment. Brachial artery. Brachial artery start at the lower border of three's major muscle as a continuation of the axillary artery. At it ends on the area
opposite to the neck of the radius by dividing into a radial artery and ulnar artery. احنا هذا هو radial brachial artery. Hiatus is major muscle. Hiatus is major muscle. باللور بوردر اوف تريز ميجر مسل راح يتحول الاكزيلري ارتري اسمه الى البريكيال ارتري. هذا البريكيال ارتري يظل يمشي 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 الما يوصل الاريا مقابله للنيك اوف ذا راديوس. طبعا احنا راح ناخذها من ناخذ الراديوس طبعا والالنه. هاي اكو نيك هنا نبيها نيك اوف ذا راديوس. هاي المنطقه راح ينقسم لي الى تو ارتري، راديال ارتري والنر ارتري. فإذا التريز ميجر البريكيال ارتري ستارت ات ذا لور بوردر اوف ذا تريز ميجر مسل اند ويل اند تو ذا اريا اوبوزيت تو ذا نيك اوف ذا راديوس باي ديفايدنج انتو ذا راديال ارتري اند النر ارتري. فبريكيال ارتري تستارت ات ذا لور بوردر اوف تريز ميجر مسل از ا كونتينيويشن اوف ذا اكزيلري ارتري at it ends in the area opposite to the neck of the radius by dividing into a radial artery and ulnar artery. Relations. شنو شو relations لما نقولها شنو معناتها؟ معناتها العلاقات، علاقة الراديال artery بشنو يمر قدامه وشنو يمر خلفه وشنو يمر على الميديال aspect وشنو يمر على lateral aspect بالنسبة للراديال artery brachial artery. Anteriorly in the upper part of the brachial artery, coracobrachialis and biceps brachii passing anterior to the brachial artery. In the middle part of the brachial artery, median nerve imur anterior. In the lower part, here bicipital aponeurosis, اللي هو tendon, tendinous part of the biceps brachii. يعني هذا هو البريكال artery. بالأبر بارت إله يمر قدامه البايسبس بريكياي مصل والكروكو بريكياليس. بالميدل بارت مثل ما تشوفون هنا يمر قدامه الميديان نيرف. باللور بارت يمر من قدام البايسبيتال أبونيروسيس. هاي البايسبيتال أبونيروسيس. فالأنتيريرلي in the upper part of the brachial artery هذا الأبر بارت of the brachial artery يمر قدامهن هي الكروكو بريكاليس اند بايسبس بريكياي. بالميدل بارت يمر قدام الميديان نيرف. باللور بارت يمر قدام البايسبيتال ابونيروسيس مثل ما تشوفوا بهاي الصوره. بوستيريرلي من يمر بوستيرير للبريكيال ارتري اللي هي ترايسبس مصل عضله ثلاثيه الراس ناخذها بالمحاضره الجايه الكروكو بريكاليس اند بريكاليس مصل. يعني كأنه الكوروكو بريكالس وبريكالس تحاوطة من القدام ومن الخلف، يعني يمر بيناتهم بنصهم فيصير أمامه ومن الخلف إليه. هذا هو البريكال أرتري. هاي هي البايسبس بريكاي يمر بنصها فيصير من أمام من الخلف والترايسبس يصير خلفها. ميديال شنو الستركتشرز اللي تمشي ميديال للبريكال ارتري؟ In the upper part the ulnar nerve and the basilic vein. In the lower part the median nerve. هذا هو اللون الاحمر هو البريكال ارتري. هذا الالنر نيرف يمشي على الميديال اسبكت للارتري. باللور كورس اوف ذا ارتري هذا راح يمشي لي هنا الميديان نيرف. هذا هو الميديان نيرف. Laterally in the upper part the median nerve the coracobrachialis and biceps muscle. In the lower part the tendon of biceps muscle. ومنشوف هاي بهاي الصورة. In the upper part هذا هو البريكال ارتر اللون الأحمر. In the upper part راح يمر للميديان نيرف. In the lower part lateral aspect إليه هو البايسبس تندن.
جاي يشوفون شباب انه الميديا نيرف بالبداية يكون لاترال للارتري، بعدين بالميد بارت اوف ذا ارتري يكون انتيرير، بعدين باللور بارت اوف ذا ارتري يكون ميديال، يعني كأنه قاعد يعبر من فوقه. هذا بالابر بارت يكون لاترال، بعدين انتيرير، بعدين يكون ميديال. شوفوا هسه هذا البريكال ارتري، الميديال اسبكت مالته يمر بها الالنر ارتري ان ذا ابر بارت اوف ذا ارتري، الالنر نيرف سوري، ان ذا لور بارت اوف ذا ارتري يمر الميديال نيرف. باللاترال اسبكت، لاترال ريليشن شيب للارتري، الميديال نيرف بالابر كورس بالاضافه للبايسبس مسل، باللور بارت اوف ذا ارتري هذا هو اللور بارت، هو التندن اوف بايسبس مسل. شوف هسه هنا انتيريرلي هم عند البايسبس والكروكو برياكياليس ان ذا ابر بارت، بالميدل بارت يمر لي الميديان نيرف، وباللور بارت يمر لي البايسبيتال ابونيروسز اللي هنا مقطوعه. فهي هاي الريليشنز اوف ذا بريكال ارتري. برانشز اوف ذا بريكال ارتري ماسكولار برانشز، يعني الفروع اللي تغذي العضلات. The nutrient artery to the humerus والفروع اللي تغذي لي العظم الهيومرس. The profunda artery, the superior ulnar collateral artery, the inferior ulnar collateral artery, which is also supply the blood supply to the posterior compartment of the arm. Musculocutaneous nerve, it is a nerve from the lateral cord of the brachial plexus. It pierces the deep fascia just above the elbow and it run down to the lateral aspect of the forearm as the lateral cutaneous nerve of the forearm. يعني المسكولوكتينوس نيرف هذا نيرف يغذي لي ثلاث عضلات of the anterior compartment، هو اللي هو branch from the lateral cord of the brachial plexus. هذا يمشي لي باللاترال كومبارتمنت لما يوصل مرحلة اللور بارت of the arm. هنا هو deep compartment، راح يخترق للديب فيشيا ويتحول الى الانتيرير كومبارتمنت، الى السوبرفيشال كومبارتمنت سوري. من الديب كومبارتمنت يخترق للديب فيشيا ويتحول من الديب كومبارتمنت الى سوبرفيشال ستراكشر، وبعدين يتكمل المسير مالته على اللاترال كوتين على الفور ارم، يغذي لي sensation lateral aspect of the forearm collateral cutaneous nerve of the forearm. فشوفوا بمنطقة الارم هسه جاي نحكي بيها عندي deep fascia، هاي deep fascia، هاي هي deep fascia. تذكرون بالبداية قلنا انه واحدة من superficial structure اللي تمشي سوبرفيشال الديب فيشيا اللي هي البيسيليك فين، وبمنتصف الارم تخترق لي الديب فيشيا وتصير من الديب ستراكشر. هسه من جاي نحكي على الماسكولوكتينوس نيرف، هذا الماسكولوكتينوس نيرف بالعكس هو من الديب ستراكشر، ومن يوصل لور بارت اوف ذا ارم راح يخترق لي الديب فيشيا ويتحول من الديب ستراكشر الى سوبرفيشال ستراكشر. هاي صورة تمثل لي المسكولوكتينوس نيرف يطلع من، طبعا هذا مو نيرف حقيقي وانما حط مثل الحبل حوالين ايده، هذا يمثل لي انه المسكولوكتينوس نيرف يطلع لي من البريكيال بلكسز، هنا ما موجود مختفي معناته هو ديب ستراكشر باللور بارت اوف ذا ارم، وهذا الارم باللور بارت راح يخترق لي الديب فيشيا ويصير من السوبرفيشال ستراكشر ويطلع لي ظهر لي ظاهر ويغذي لي lateral aspect of the forearm، هذا هو lateral aspect of the arm يصير اسمه lateral cutaneous nerve of the forearm. Branches of the musculocutaneous nerve it give muscular branches to the للبايسبس brachii والبريكيالس والكروكو brachialis، also it give cutaneous branches ينطيني يعني فروع حسية يغذي لي sensation، وarticular branches يعطيني فروع
يغذي لي المفصل. الميديان نيرف it from originate from the medial and lateral cord of the brachial plexus. It is lateral then anterior then medial to the brachial artery. حكيناها قبل شوية انه بالبداية يكون lateral. هاي بالبداية يكون lateral. بعدين يكون anterior للbrachial artery. بعدين يكون medial. واللي حكيناها قبل شوية بالrelationship of the brachial artery. It is lateral then anterior then medial to the brachial artery would give no branches in the arm. الألنر نيرف from the medial cord originated from the medial cord of the brachial plexus on the medial aspect of the brachial artery. مثل ما تشوفون هنا هذا البراكيال artery هي دائما الألنر نيرف على medial aspect of the brachial artery. The nerve pierces the medial facial septum. هذا الميديال فيشال سبتم اللي حكينا عليه بداية المحاضرة، قلنا هو فيشال سبتم يطلع من الديب فيشيا ويوصل للهيومرس عمود يكمل لي الهيومرس ويقسم لي الارم الى anterior posterior compartment at the midpoint of the arm and then enter the posterior compartment of the arm and give no branches in the arm. Radial nerve it's from the posterior cord of the brachial plexus and it pierces the lateral facial compartment just above the lateral epicondyle to the enter the anterior compartment. ارجع لهاي الصورة عمود لا نصير confusing. اني عندي deep fascia. هاي deep fascia تنطيني medial facial septum وتنطيني lateral facial septum. إذا جينا بالmid part of the arm أنا عندي basilic vein هو من superficial structure راح يخترق لي الديب فيشيا ويصير من الديب structure. وعندي بالmid part of the arm عندي ulnar nerve يكون من الانتيرير كومبارتمنت ستراكشر يخترق للميديال فيشيال سبتم ويصير من البوستيرير كومبارتمنت. عندي نفس باللور بارت اوف ذا هيومر اوف ذا ارم عندي من الانتيرير كومبارتمنت ستراكشر اللي هو ماسكولوكتينس نيرف يخترق لي الديب فيشيا ويتحول الى superficial structure من الديب الى superficial. وبنفس الوقت باللور بارت of the arm عندي الراديال نيرف اللي هو من البوستيرير كومبارتمنت structure يخترق لي اللاترال فيشال سبتم وينتقل للانتيرير كومبارتمنت. اذا انا عندي اربع four structures غيرت مكاناتها بالارم. أعيدها بالmid part of the arm عندي البيسليك فين هو superficial structure اخترق لي الديب فيشيا وصار deep structure. بالmid part of the arm عندي ulnar nerve it is anterior compartment structure يخترق لي الميديال facial septum ويصير من البوستيرير compartment. هاي اثنين. الثالث باللور part of the arm عندي المسكولوكتينوس نيرف it is a deep structure يخترق للديب فيشيا ويتحول الى superficial structure. ثلاثة أربعة عندي الراديال نيرف it is a posterior compartment structure يخترق للاترال فيشيال septum وينتقل لي الى الانتيرير compartment. اذا اربع four structures غيروا البوزيشنز مالتهم in the arm. اثنين منهم اخترقوا لي الديب فيشيا وتحولوا من superficial structure الى deep structure مثل البيسيليك فين، والثاني تحول من الديب structure صار superficial structure كالمسكولوكتينوس نيرف، واثنين منهم الباقين اخترقوا لي
الميديال فيشال سبتم واللاترال فيشال سبتم بس بقوا ديب ستراكشر. الالنر نيرف اخترق لي الميديال فيشال سبتم وتحول من الانتيرير الى البوستيرير، والراديال نيرف اخترق لي اللاترال فيشال سبتم وتحول من البوستيرير الى الانتيرير. هاي صورة تبين لي انه الراديال نيرف، تشوف هذا من البوستيرير هذا الهيومرس، بوستيرير اللي هي ترايسبس اللي هي هذا النيرف، من البوستيرير كومبارتمنت حتى هنا طناطيب اللون الاصفر الفاتح، وبعدين هنا طوخ طلع، وهنا نتحول لي للانتيرير كومبارتمنت. ومثل ما تشوفون هنا الالنر نيرف كان بالانتيرير بعدين صار ببوستيرير لي، صار لي خلف الالبو. فاذا هذا التشينجز بالبوزيشن مال راديال والالنر نيرف، من الانتيرير الى البوستيرير كومبارتمنت ينتقل لي الالنر نيرف، والراديال نيرف ينتقل لي من البوستيرير كومبارتمنت الى الانتيرير كومبارتمنت.